السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم باسمي الخاص وباسم إدارة المركز وكل الباحثين ومستخدمي دعم البحث بخالص عبارات التعزية لأهل الفقيد الغالي المنصف والناس، وأن نعزي أنفسنا أيضا في وكل الجماعة العلمية والأكاديمية لخسارة أحد أعمدة السوسيولوجيا في البلاد المغاربية بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام. في الواقع عندما تلقيت رسالة الدكتور حبيب حسن اللولب للمشاركة في هذه البادرة الراقية التي لا تليق بأقل منها تخليدا لروح الفقيد وعرفانا لمجهوداته الحثيثة في الارتقاء بالشأن العلمي، أحسست في الواقع بشيء من الارتباك والشرود، فقد احتجت أن يكون المرحوم تغمده الله برحمته هو غالبا من يتصل بي من تونس لدعوتي سواء للمشاركة في تظاهرة علمية أو لحضور جلسة عمل. أول مرة التقيته فيها كان سنة 2017 خلال اللقاء الذي نظمه منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية في تونس، وكان برئاسة الصديق والزميل عبد الوهاب بن حفيظ في إطار تقديم النسخة الثانية من التقرير الإقليمي حول الاتجاهات البحثية لرسائل الدكتوراه في الجامعات العربية. وآخر مرة التقينا فيها كان خلال الملتقى الدولي الذي نظمه مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بإشراف أو تحت إشراف الأستاذ سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي يومي 24 و 25 سبتمبر 2018، وكان موضوعه البحث العلمي في مجتمعات المغرب العربي الواقع وإمكانات التطور. المهم في الأمر هو أنه على هامش كلا التظاهرتين شاركنا بمعينة الأستاذ منصف الوناس وتحت إشرافه في سلسلة من الاجتماعات التي كانت في الواقع تعكس جانبا من المشروع الفكري والعلمي للبروفيسور ونظرته الاستشرافية والتشاركية للتشبيك البحثي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية على المستوى المغاربي، حيث كان النقاش يدور في كل مرة حول إمكانية خلق شبكة لمراكز البحث في البلدان المغاربية، وذلك بحضور مركز سيراس والكراسك ومنتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية وممثلي عن مراكز بحث وعن إدارات مركزية لكل من ليبيا وموريتانيا والمغرب، وهو ما تمخض عنه في آخر لقاء اقتراح لمسودة ختامية للاتفاقية وعن خطة عمل للشروع في تنفيذها، وكذا الإعلان عن إنشاء الشبكة من خلال بيان رسمي بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الدول الأعضاء. وكان يفترض تنظيم لقاء توقيع بروتوكولي على الاتفاقية في تونس وتأسيس ما اصطلحنا على تسميته في جلسات العمل بالشبكة المغاربية للعلوم الاجتماعية. وقد جاءت فكرة تأسيس هذه الشبكة في إطار المبادرات المغاربية الرامية إلى توحيد وتنسيق جهود الأفراد والمؤسسات في مجال البحوث والدراسات في العلوم الاجتماعية بدول المغرب، وإدراكا أيضا كما جاء في مسودة الاتفاقية للدور الحيوي لمنظومة العلوم الاجتماعية والتنمية الشاملة، إضافة إلى الوعي بالتحديات المحلية والعالمية التي تواجهها المنطقة وأهمية تطوير جودة منظومة البحوث في العلوم الاجتماعية، وذلك من خلال الأخذ بمنهجيات البحث العلمي لضمان الجودة والكفاية والتميز البحثي والاستجابة والتفاعل مع التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها دول المنطقة. هذه هي إذن كانت النظرة الرائدة التي كان المرحوم يتطلع إلى تحقيقها بمعية نظرائه من مسير البحث في مختلف المؤسسات البحثية وكذلك الجماعة الأكاديمية المهتمة بالشأن العلمي في دول المغرب، والتي كان يصبو من خلالها إلى جعل هذه الشبكة شبكة رائدة في مجال جودة البحوث والدراسات في العلوم الاجتماعية، ومن مهامها تصميم وتطوير وتطبيق نظام للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية وإنتاج بحوث ذات جودة عالية تتفاعل مع المحيط المجتمعي والتغيرات الإقليمية الدولية، أي بتعبير آخر أن تكون هذه الشبكة بيتا من بيوت الخبرة المحترف بها دوليا،
من حيث أنها تسعى إلى بناء شراكات إقليمية ودولية لدحم الدراسات والبحوث، وكذلك توفير البيانات والمعلومات وتنمية المعرفة ونقل وتوطين التقنية والأساليب الحديثة المتعلقة بالبحث العلمي والتدريب. وقد تم الاتفاق بشكل عام حول شروط العضوية والانتساب وإدارة الشبكة والمجلس ومجلس الأمناء واختصاصات رئاسة الهيئة المديرة للشبكة والمنسق الإعلامي والعلاقات وغيرها، وكذلك مناقشة مشروع خاص بتأسيس مجلة علمية محكمة تراعي الكفاءة والخبرة في عملية اختيار الأعضاء والمادة المطبوعة وغيرها من الخطوات المنهجية والعلمية. في الحقيقة قد يبدو للبعض أن المشروع أوتوبي ويصعب تحقيقه على أرض الواقع، ولكن ما لمسناه من خلال اللقاءات المخصصة للنقاش حوله وحتى من خلال تواصلنا بعد ذلك مع البروفيسور والناس حول الموضوع، كان هذا المشروع يعكس بشكل جدي تطلعات الأعضاء المشاركين في صياغته، سواء الجامعيين أو مراكز البحث المنتمية إلى مختلف الدول المغاربية. يبقى أن هناك بطبيعة الحال وجود لبعض المعوقات المرتبطة بالظروف السياسية والأزمات المجتمعية التي مرت أو تمر بها بعض دول المغرب الكبير، إضافة إلى التعقيدات الإجرائية التي تتفاوت من بلد إلى آخر، والسياسة البحثية المتبعة على مستوى أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي في كل من هذه البلدان. بالرغم من هذا، فقد أسفرت المبادلات الرسمية بين بعض دول المغرب عن تعزيز لبعد الشراكة والتعاون في مجال البحث العلمي بشكل عام والبحث في العلوم الاجتماعية على أو بوجه خاص. غير أنه ومن وجهة نظرنا، إذا كانت الشراكة الثنائية الرسمية يعني بين الدول مهمة وتمثل لبنة في بناء شراكة متعددة الأطراف، فهذا لا يمنع أن التعاون والتبادل على مستوى الجماعات العلمية والبحثية بخصوص مواضيع وتيمات بحث مشتركة من شأنه أن يؤسس على نحو براغماتي ومنهجي لأبحاث ودراسات يمكن تعميمها والخروج بها من نمطية القطب الأحادي إلى ثنائية القطب ومنه إلى تعددية الأقطاب، وهي أبحاث ودراسات لها مخرجات تؤثر بشكل أو بآخر في توجيه السياسات البحثية في الدول المشاركة، ولكن أيضا تساهم في الإفادة من الخبرات والتجارب المختلفة وفي رفع القدرات البحثية للمؤسسات المغاربية، وكذلك رسم وتطوير استراتيجية خاصة بجودة البحث الاجتماعي. هذا من جهة. من جهة أخرى، سيكون لهذه المشاريع العلمية المشتركة دور أيضا في التأثير على القرار السياسي من حيث التجسيد الرسمي لمشروع الشراكة في التشبيك، وذلك من خلال نتائجها الملموسة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال أيضا الإبانة عن موضوعية الطرح الفكري والعلمي المغاربي بعيدا عن الأدلجة التي يمكن أن تتراجع بمسارات التفكير المحلي والمغاربي بما فيه من كبح للأفكار والمبادرات البناءة وما يعيق أيضا تقدم وتيرة البحث وجموده وتراجع معايير الجودة فيه. من هذا المنطلق أردت من خلال هذه المداخلة أن أعرض حوصلة للمشاريع البحثية المشتركة بين الجزائر وتونس في مجال العلوم الاجتماعية، وتحديدا عبر النماذج التي تم إنجازها بالتعاون بين المركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ومختلف المؤسسات البحثية والجامعية التونسية، سعيا منا بالدرجة الأولى لإعطاء صورة واقعية لمشاريع جسدت على أرض الواقع وكان لها يعني نتائج ملموسة تكللت في أغلب الأحيان بإصدارات ومنشورات وكذلك تقارير حول السياسات المنتهجة في البلدين فيما يتعلق ببعض القطاعات الحساسة، وهي قراءة في تجربة شراكة بحثية مغاربية نستغلها حجة وبيانا لدعم وتعزيز المشروع الفكري للنخبة المغاربية حول التشبيك العلمي وهم بطبيعة
الحال البروفيسور المنصف والناس رحمة الله عليه. وأذكر أولا أن مركز الكراسك أو مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية تأسس منذ قرابة 3 عقود، وأنه عمل منذ تأسيسه على تطوير شراكاته العلمية على المستوى الوطني والدولي. ولعل من أولى الشراكات البحثية والتجارب العلمية المشتركة التي خاض فيها هي تلك المشاريع التي أشكلت للعديد من التيمات والاهتمامات العلمية لدى الباحثين الجزائريين ونظرائهم التونسيين. ففي سنة 2006 ظهرت إلى النور ثمرة مجهود مشترك جسد من خلال الكتاب الموسوم بمعارف تاريخية في البلدان المغاربية، بناءات واستخدامات، تنسيق سامي برقاوي وحسن رمعون. وهو مشروع انطلقت أولى ورشته التفكيرية سنة 2001 كمرحلة أولى بالحمامات في تونس، ثم من خلال ورشة العمل التي نظمها مخبر دراسات في إطار المؤتمر الدولي حول دراسات الشرق الأوسط بألمانيا في سبتمبر 2002، لينطلق إثرها العمل المشترك بين الفريقين مباشرة بعد عرض الأشغال والتوجهات الابتدائية للمشروع. كما أنه في السنوات الثلاثة الأخيرة تم التسجيل وكحصيلة للنشاطات العلمية والبحثية المشتركة بين المركز والمؤسسات الجامعية التونسية العديد من النتائج الملموسة. ففي إطار اتفاقية مبرمة بين المركز وجامعة 9 أفريل بتونس، تم إطلاق مشروع خلق مخبر علمي بامتياز لابوراتوار ديكسيلونس جزائري تونسي حول الشباب، المواطنة والتغيرات الاجتماعية بدول المغرب، حالة الجزائر وتونس. مشروع آخر أيضا جزائري تونسي تم إنجازه حول موضوع الإدماج المهني للشباب خريجي الجامعات في الجزائر وتونس، مقاربة مقارنة، وهو مشروع حاليا قيد النشر في مؤلف جماعي بإصدار مشترك بين المركز وجامعة 9 أفريل بتونس. تم مؤخرا أيضا ترشيح مشروع في إطار البرنامج الدولي للبحث الذي يعرف بأفق 2020 بمعية المعهد العربي لحقوق الإنسان وأطراف أخرى مشاركة فيه، حول موضوع الشباب، فضاءات التنشئة والتطرف. بالمقابل وفي خضم الشراكة مع نفس الجامعة التونسية، قام المركز بإنجاز مشروع تعاون حول الفضاء العمومي بدول المغرب، والذي تمخض عن إصدار قاموس بعنوان المفردات أو الكلمات في البلدان المغاربية لمو أو مغرب، وذلك سنة 2019. وهو مشروع كانت قد وضعت لبناته الأولى خلال الملتقى الدولي المنظم من طرف قسم بحث سوسيو أنتروبولوجيا التاريخ والذاكرة بالمركز الكراسك ومختبر دراسات بجامعة تونس، وهو ما توج أيضا بنشر فعالياته في مؤتمر أو في مؤلف موسوم بالفضاءات العمومية في البلدان المغاربية تحت إشراف حسن رمعون وعبد الحميد هنية سنة 2013. كما أنه وفي إطار الاتفاقية المبرمة بين المركز وجامعة المنار للفترة الممتدة بين 2015 و2024، تم تسجيل مشروع إصدار آخر ينحدر عن مشروع الفضاءات العمومية بالبلدان المغاربية، والمتمثل في فهرس الفضاءات العمومية ببلدان المغرب. هذا وفي إطار الشراكة مع معهد البحوث حول المغرب المعاصر ليغمسي، وضمن الاتفاقية المبرمة بين المؤسستين والسرية المفعول بين 2015 و2020، وإضافة إلى الحركية المستمرة بين الباحثين ومستخدمي دعم البحث لتبادل التجارب والخبرات، فقد تم بمقر المركز تنظيم ندوة علمية في نوفمبر 2019 تم فيها عرض محاور البحث المشتركة بين المعهد والمركز، وكذلك آخر إصدارات المؤسستين، وتم الاتفاق على تنظيم ورشة تفكيرية حول العلوم السياسية في البلدان المغاربية، وكذلك مؤتمر دولي حول تدريس التاريخ في المؤسسات الرسمية بالبلاد المغاربية أيضا، إضافة إلى الورشات المنهجية التي تتداول على تنظيمها المؤسستين منذ ما يزيد عن 5 سنوات.
هذا وقد عرفت هذه المشاريع في مجملها حركية مستمرة للباحثين بين البلدين والمؤسسات البحثية والجامعية الحاملة لبرامج الشراكة. فبالإضافة إلى الطابع البحثي لهذه المشاريع، سطر وفي إطار كل مشروع برامج مرافقة علمية وتكوينية أكاديمية ومنهجية لطلبة الدكتوراه المسجلين ضمن هذه المشاريع، مع تنقل الأساتذة الباحثين والأطر المكونة بشكل دوري ومتواصل بين المؤسسات المعنية. ففي سنة 2019 مثلا تنقل أزيد من 14 باحثا في إطار التربصات العلمية بين الكراسك وجامعة المنوبة بتونس. ونشيد في هذا المقام إدارة وباحثين بالجهود الحثيثة والمرافقة العلمية الجادة والمتميزة لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية سيراس تونس، وعلى رأسها المرحوم المنصف والناس، وبالرعاية والعناية التي حظي بها باحثو مركز الكراسك بالأخص في السنوات الأخيرة، حيث تم تصدير برنامج عمل وتكوين من خلال ندوات وورشات تكوينية استفاد منها الطلبة الباحثين على أكثر من صعيد. هذا وقد شارك ما يزيد عن 26 باحثا تونسيا وتحديدا من جامعة سوس في فعاليات جامعة الصحة العمومية بالبلدان المغاربية في شهر سبتمبر 2019، والذي نظمها مركز الكراسك بالشراكة مع الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والندوة الجامعية لجامعات أو الندوة الجهوية لجامعات الغرب، إضافة إلى كلية الطب بجامعة وهران واحد، وبدعم من مؤسسة هانس صيدال. ولا يفوتنا أيضا أن ننوه بالمشاريع المشتركة التي هي حاليا قيد البحث والتمحيص والبناء مع مؤسسات بحثية تونسية تعاقد معها المركز مؤخرا، كمركز تعليمية وبيداغوجية الجامعات، وكذا المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات. كما أنه ومن خلال الإصدارات العلمية لمركز الكراسك كمجلة إنسانيات والمجلة الإفريقية للكتب، يتم التركيز بشكل كبير على البعد المغاربي في الأبحاث المنشورة، وعلى استثمار المنهج المقارن في مقاربة مختلف القضايا محل الدراسة في مجال العلوم الاجتماعية. ما يمكن إذن الخروج به كخلاصة أولية عن هذه الأبحاث التشاركية هو أن هذه الأخيرة أولا تسمح من خلال صيغتها المقارنة بمقاربة المعطيات وتحليلها ومعاينتها من مختلف الأطراف، أي على مستوى البعد المغاربي الجهوي وحتى المؤسسات أو الأممي. ثانيا تضمن تنقل الكفاءات العلمية وتشبيك الخبرات على مستوى عال من الجودة. ثالثا هي تضمن أيضا حركية الباحثين وطلبة الدكتوراه في إطار البرامج التكوينية. رابعا مشاريع تساهم كما ذكرت في البداية في بناء وتوسيع شبكة التعاون الدولي والمغاربي في مجال العلوم الاجتماعية، وبطبيعة الحال تساهم أيضا من خلال الإصدارات العلمية المشتركة في إثراء وتثمين البحث المغاربي وفي تحقيق أثر ومرئية أوسع على النطاق الدولي. ولكن هذا لا يمنع أيضا أن هذه المشاريع تشوبها العديد من العراقيل وتحتاج إلى دعم لوجستيكي وبشري وتكويني أكبر، خاصة فيما يتعلق بالتكوين في مجال مناجمة المشاريع التعاون الدولي، سواء بالنسبة لحامي هذه المشاريع أو للأعضاء المشاركين فيها، وكذلك دعم الميزانية المخصصة لها، حيث أنه ولحد الساعة لا تزال مقتصرة على تغطية حركية الباحثين فقط وليس على البحث في حد ذاته، أي التحقيقات الميدانية والتجهيزات والنشر والإصدار إلى آخره. كذلك طرق تسيير الموارد المالية باعتبار الاختلافات الموجودة في أنظمة التسيير المؤسساتية للموارد المالية المخصصة لمشاريع التعاون. في الختام أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير للدكتور حسن حبيب اللولب الذي منحني فرصة المشاركة في هذه التظاهرة الخاصة والعزيزة على قلبي، وأن أشكر كل الذين شاركوا وساهموا
في إنجاح هذه المبادرة المكرسة لتكريم روح البروفيسور المنصف والناس، والذي كان غاليا على قلوبنا باحثين وإدارة ومؤسسة ونخبة جزائرية وجماعة علمية. فباسمهم جميعا وباسمي الخاص أجدد تعازي القلبية للأهل الفقيد وكل زملائه ورفقاء دربه، وأوصي الجميع من هذا المقام بضرورة السير قدما نحو تجسيد الفكرة الرائدة للأستاذ منصف والناس، والتي كان يتشاطرها معه الكثير من الزملاء والباحثين المشاركين اليوم في هذه الندوة. وأرجو أن يتم تدارك إمكانية إنعاش مشروع خلق الشبكة التعاونية حتى لا تتحول تلك المبادرات والمجهودات المبذولة من طرف فقيد العلم والمعرفة إلى مجرد محاولة مجهدة. مولوجي سوريا، مديرة مساعدة مكلفة بالبحث المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، وهران الجزائر، لكم مني خالص التقدير والمودة. شكراً.